على رأس من هرب الأموال هو رئيس الحزب التقدم صحيح الاشتراكي وليد جنبلاط. معه حق، ما منخبي هالشي. وليد جنبلاط هرب 500 مليون دولار صرفهم سنتين ليساعد أهله وبيئته ومستشفياته ومدارسه ومجتمعه للصمود، ومستمر ولنا شرف بهذا الموضوع. بس عم يقدر يسحبهم بالدولار؟ للأسف عم يسحبهم بخسارة بهالكارت كتير كبير.